يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح التصدق على كل من يسأل، سواء كان يسأل في الشوارع أو في المساجد، أو لا بد من معرفة حالهم؟ ليس لنا إلا الظاهر، واللي يسأل له حق، فإن كان كاذبا فإثمه عليه، وإن كان صادقا فالصدقة بلغت محلها، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، السائل له حق، أنت ما عليك، هذا راجع له بينه وبين الله. نعم.